إذا دخلت بيوت الناس فكن أعمى، وإذا خرجت منها فكن أبكم. فمن لم يعتبر بماضيه فلن ينتفع بحاضره. فمتى نغير نظرتنا للحياة؟ فما زال البعض يظن أن السيارة وسيلة لإظهار المستوى المعيشي والافتخار وليست وسيلة للنقل، وما زال البعض يظن أن الملابس وسيلة للإغراء وإظهار النفس وليست مجرد سترة للنفس، وما زال البعض يظن أن المنازل مكان للتفاخر على الضيوف ولفت الانتباه وليست مكانا للعيش، وما زال البعض يحكم على الناس من خلال مظاهرهم وينسى أن هناك قلبا وهناك عقلا. نحن نعيش في مجتمع غارق في حب المظاهر، فكن أنت نفسك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.